تعهد القضاء التونسي بالملف هو فهمت يعني يخلينا ننضبط بخصوص سرية التحقيقات فهمتني. احنا نقولوا نذكروا بالمحاكمة العادلة، نذكروا اللي هناك فهمت يعني قرينة البراءة، ونقولوا اللي نخلوا القضاء يخدم يخو مجراه، ما ثماش واحد فوق القانون، القانون فوق الجميع. نعتقدوا اللي الدستور يذكر اللي ثم محاكمة عادلة ويذكر بقرينة البراءة. نقول يجب الابتعاد على لغة التجيش والكراهية اللي نشوفوها في وسائل الاتصال الاجتماعي ووسائل الإعلام، ونخلوا المحكمة يعني تقول كلمتها كيف ما يقتضي القانون. أول جلسة تحقيق تعرفوا أنتم كصحفيين اللي هي ثم سرية فهمت يعني التحقيقات، لأن ثقة كبيرة اللي الملف فهمت يعني باش فهمت يعني يقع فهمت يعني حلحلة وتبقى للقانون. يعني المتداول توا في وسائل الإعلام هي التهمة ذيك، احنا ما نجموش نحسموا في المسائل هذه، خاطر هذه كلها يعني تسريبات وكذا. بالنسبة لما يهمنا احنا اليوم باش نطالبوا بالاطلاع على الملف والتأخير لإعداد وسائل الدفاع، وهذا هو الموضوع برمته. والله فهمت يعني بكل لطف قلت لك فهمت يعني رانا فهمت في الإطار هذا نحتفظ بسرية التحقيقات واحتراما للإجراءات القانونية.